بعض لحظات يا استاذ السيدات. اذا بدايه المواجهه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، سر فريق الوداد الرياضي وكره ثابته تلعب مقاوسه من بدر قادرين في اتجاه من عبد الرحمن حواسي بن الشاوي، بالاضافه الى ذلك بعض الاسماء بسبب التوقيف. عندك اشرف داري اللي من المنتظر ان يعود في المباراه المقبله. هذه محاوله خطيره، يوسف الفحلي خطا على مستوى، يعني في المواسم الاخيره وجد صعوبه كبيره العوده حتى بنقطه. هنا سننتظر من هي الأندية التي ستستفيد، من هي الأندية التي ستستغل قاعدة هذه الجولة، مع التذكير بأنه قلت مباراة يوسف برشيد أولمبيكا سفينة 0-0. هذه رأسية كانت بعيدة تمشي ركلة مرمى لفائدة فريق حسنة قدير، لفائدة من بدر قدري. يرسل كرة في العمق أمامية تجاه يحيى عطا الله، كرة بعيدة على يحيى عطا الله، ركلة مرمى يشير حكم المباراة. تقريبا 13 دقيقة، اخطر وابرز فرصه كانت لفائده فريق حسنيه اليوم. سيكون برج المراقب الى جانب لاعب امين ابو الفتح على السابق ليوسف برشيد، محاوله خطيره، فرصه لفريق حسنيه غدير من جانب من جانب اللاعب السابق للحسنيه، كاد ان يسجل اولى الاهداف في مرمى فريق السابق بديعه وكنسل عبر الجهه اليمنى، يضيع ابرز فرصه لفريق الوداد الذي تابعوا بعد اللقطه. لم يكن بتاتا في وضع التسلل، الاسيست واللمسه كانت على المقاس، لكن رده الفعل كانت مميزه من جانب الحارس عبد الرحمن الحواسي. تسديده سليمه بالفعل يشير بذلك، ركله ركنيه متابعه راسيه فوق مرمى الحارس احمد رضا التقنوتي. من جديد حكم مرات يشير بركله ركنيه، يعتمد على الهجمات المرتده السريعه ملعوبه عبر من عبر الاشياء اليسرى، محاوله فيها الخطوره من جانب عناصر الحسنيه من طرف جمال الشماخ. الكنترول ينتظر الدعم المسنده من الصديق عبر الاشياء اليسرى، محاوله للحسنيه في اتجاه من البحث عن الدعم والمسنده، خطوات بينه وبين من بين زهير الشاوش. تضيع الكره في ظل عوده عناصر فريق الوداد الرياضي للقيام بالتامين الخط الدفاعي. مباراه مفتوحه، مباراه مفتوحه، على حكم مرات يقول خطا لفائده فريق حسنيه تقدير. نتابع العاده عبر الجهه اليسرى، هذه الفرصه التغطيه من مانو، يساريه جميله من ايوب الكعبي، كره ترتطم بالقائم الايمن للحارس عبد الرحمن حواسي، واحده من اجمل الكرات مع بدايه هذا الحوار ايها الساده والسيدات. والتسديد كان من طرف اللاعب ايوب الكعبي، ايوب الذي يبحث من اجل المنافسه على لقب هداف الدوري الوطني الاحترافي هذا الموسم. ايوب الكعبي اللي كان سجل امام اوبيلا وعندهم عبد الحفيظ ذركي. نتابع تنفيذ الكره التسديده على مشارف منطقه الجزائر الحسنيه، التسديده تستطيع حيث ستعود من جديد في اتجاه من عبر الاشياء اليمنى لباكاري ماني. باكاري ماني في اتجاه من يدخل لاعب الوداد الذي حكم يقول تماس لفائده فريق حسنيه غدير. اذا 23 دقيقه، نتيجه 0-0 في هذا القمة اللي نتابعه مباشرة من مركب رياضي محمد الخامس، مباشرة عبر قناتكم الرياضية، كذلك عبر مواقع التواصل. والمساند عبر الجهة اليسرى للشماخ، يمشي جمال الشماخ عبر الجهة اليسرى، تمويه جيد من شمال، فرصة للحسنية، تمريرة بعيدة لفائدة من لفائدة زوير الشاوش، متوسط ميدان فريق حسنية تقادير. يناور الحسنية واحدة قلت من ربما يمكن أن يرتب بسلام، سنتابع الثانية وراء التنفيذ. من سيسدد؟ من سيبحث لاستغلال هذا الكرة الخطيرة لعناصر حسنية تقادير؟ تلعب أرضية ضعيفة بين يدي الحارس أحمد رضا التقنوت. إذن ثاني الكرات التي لم تستغل من طرف عرف وليد الكرتي عبر الأشياء اليمنى، عرضية فرصة ودادية، محاولة كنترول بالصدر، تسديدة سدد لكن كان في وضع التسلل والأشار حكم المباراة. كنترول بالصدر ثم التسديد، تسديدة لم تكن مؤثرة، لكن قبل ذلك إشارة من طرف حكم المباراة بتواجد خطأ أو تواجد تسلل. شوفوا الكرة اللي كانت أمام سايمون مسوفا، سند الى جانبه المن، كان الى جانبه ايوب الكعبي في ظل غياب واستلام الكرات من جانب الكعبي، لاحظوا بانه يتقدم الوسط الميدان، محاوله خطيره، ركله جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي. الحكم في حدود دقيقه الثانيه، ركله جزاء للوداد، محاوله فرصه فرصه فرصه، كل للوداد
والبداية بلمسة مؤيد اللافي لاعب الدولي الليبي من نقطة الجزاء يمنح الأسبقية لفائدة الكاميرا. يعني من دور نصف نهائي أبطال أفريقيا استعاد الوداد تلك القوة وذلك الاسم الذي يرعب دراسية. جول 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 سايمون مسوفا يباغت الحسنية بهدف ثانية في حدود دقيقة 53 التنزاني. لاعب يانج افريكانس السابق ولاعب دياشي سابقا استغل الكرة براسية تباغت الحارس عبد الرحمن الحواسي وتمنح تاري الهدف للكتيبة الودادية. الوداد يعود من جديد ويبحث عن الانتصار الثالث في الدوري الوطني الاحترافي. انوي تابع عن العرضية على المقاس راسية امام قلت الهفوة دفاعية لكن شوف يحيى عطية العطية السارية اعطى الاسيست اعطى اللمسة قال وسجل هدف ثاني امام انظار شيخ المدربين التوانسة فوزي البنزرتي الذي سيتنفس صعداء مرتبعين لانه كان يعلم 1-0 لا تؤمن النقاط الثلاث لفريق الوداد الرياضي لانه الحسنية بامكانه فهي تحت يسجل التعادل. ايقاع للريتم على ما يقدم في رقعة الميدان لكن برغم ذلك هذا الموسم كل تفاؤل هذه محاولة أمامية فرصة في تنفيذ الكرة الثابتة عرض الحافية ليركي من البوفتيني البوفتيني سددها تستطيع محايد الصد تعود للحسنية المقبلة لنستبق الأحداث مباراة لم تنتهي بعد كل شيء ممكن أرضية من مساندة محاولة فيها الخطورة التغطية من الدفاع في الوقت المناسب أمام ارتباك من طرف سريعا لفائدة بديع أوك بديع الأرضية مشيت بعيدا عن ما العناصر الوداد الرياضي متابعة في دلة الضغط اللي حول ما يمكن يمارسه بكر من عن مؤيد اللافي وعن كذلك الوداد يركز كذلك على الكرات الثابتة ما دام عنده لاعبين يجيدون التعامل مع الكرات الثابتة خصوصا يعني في خط الهجوم تواجد ايوب الكعبي وقاء من طرف عناصر الحسنية وليد الكرتي بقية الاسماء عرضية محاولة راسية تمر لركلة ركنية لفائدة الكتيبة الحمراء تلعب بشكل سريع لبديع تمريرة خاطئة من بديع يقطع ايوب العملود على عرضية كنترول محاولة الحسنية فرصة ومحاولة خطيرة للحسنية ماذا يقول الحكم يقولهم الاعلان عن خطأ لعناصر فريق الحسنية كرة امامية غرفة الفار شاور لإعادة تدخل لقطة الأخيرة هل كان هناك خطأ لفائدة فريق الحسنية هل كانت العملية سليمة هو ما سنتعرف عليه بعد حدث بين مشاورة لغتكو عوبة أمامية فرصة لبعد فتي جيمي خطأ لفائدة فريق الحسنية هكذا كانت الإشارة من جانب حكم المباراة عبر أن الحسنية سيرمي أوراقه وبثقله في اتجاه مناطق فريق الوداد الرياضي من أجل تقليص الفارق انتبهوا هذه الكره مقوسه تقديم طرف الدفاع محاوله اماميه من ياسين رامي طلب لمسه تلعب تمس اهلا ومرحبا بكم كيفكم كيف احوالكم